السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بالاستعدادات الامتحانات الشفوية بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديمية. غادي نديرو في هذا الفيديو مجموعة ديال النصائح، مجموعة ديال الأمور اللي خصو يرد لها البال أو لا في الاستعداد اللي خصو يستعد لها. كما غادي نقترح عليكم مجموعة من الأسئلة اللي عادة ما كتطرح، والطرحات هذا غير واحد الريزومي في نقاش مع الاساتذه اللي ديجا دوزوا شنو هما نوع الاسئله اللي كتطرح. اول حاجه قبل ما نبداو الاسئله غادي نهضروا على كيف شنو خصني نوجد، بغض النظر على انه اختبار شفوي المباراه التعليم او لا غيرها، كاينين شي حوايجات خصهم يتعرفوا. مثلا الهندام، ضروري ان الهندام اللي غتمشي به باش دوز المباراه ديال الشفوي خصو يكون هندام يليق بك كمدرس، تجنب الامور اللي تعطي انطباع في الاول ليك اللي ما صالحكش. ثاني حاجه شنو غتاخد معك؟ بطاقه تعريف الوطنيه، ورقه بيضاء وقلم. شنو الحوايجات اللي غتوجد دابا قبل من المباراه؟ غادي تراجع المستجدات، شنو كيروج على في الساحه التعليميه الجديد ديال هذا العام، مثلا تعميم دخول مثلا المجال الحضاري، شنو الامور اللي تزاد مثلا من اجل محاربه الهدر المدرسي، كاع المستجدات الجديده والقديمه. شنو غتراجع كذلك؟ تراجع جداد، تراجع مراحل الدرس بالنسبه مثلا نموذج الرياضيات، نموذج مثلا مواد علميه، القراءه كيفاش كتقدم. الا ما تحطات لكش وما تطلبش منك انك تصايب جداده كامله، فغادي تطلب منك شفويا نعطيني مراحل درس مثلا في القراءه، ولا خصك تكون عارفه. من بعد فاش غادي ندخل مثلا للمباراه، ولا لا داعي لذاك الارتباك كندخل وكناخذ النفس ديالي غادي نبداو بالسؤال التقليدي واللي كيتطرح ديما ماشي في اي مباراه شفويه، وهو عرف نفسك. فهاد التعريف حاول تكون موضوعي، التعريف ديالك نبتبه للهضره اللي كتقول، لان انطلاقا من داكشي اللي غادي تقول غادي تسول. قلت عندي بحث في مثلا في الموضوع الفلاني، فخصك تكون ضابطه. عندي بحث تخرج ديالي في الموضوع الفلاني، خصك تكون ضابطه، لان الاسئله غتكون ارتباط بداك التعريف نفسك. عقل انا قلت له مثلا عندي اجازه مثلا في الفيزياء، غادي يسولك شي حاجه اخرى. الموضوع اللي كدرتي فيه خصك تكون، اللي عرفتي نفسك فيه خصك تكون ضابطه. من بعد ما غادي يقول لك عرف نفسك، غادي نمشيو لمجموعه الاسئله. سؤال كيجبد سؤال، غادي نقترح عليكم بعدا. اولا، ما الفرق بين التعليم والتربيه؟ وهذا سؤال كيتطرح دائما قبل ما يكون الامتحانات ديال التعاقد، تطرح قبل منكم ومازال كيتطرح. ما الفرق بين التعليم والتربيه؟ هادو غير اقتراحات بسيطه اللي غتلقاو في هاد الاوراق الحمر، هما عباره على اجوبه. انا رصيت انني ندير غير واحد المجموعه ديال الاجوبه، حيت الا بديت اي سؤال كنكتب الجواب ديالو غادي يطول الفيديو بزاف، فانا بغيت ناخذ بعض الجواب عليه البعض الاخر، يعني غادي نقترحوا عليكم ويمكن لك تبحث فيهم. ما تبخلوش بالوقت، حاولوا تكملوا الفيديو حتى الاخر، فيه مواضيع وفيها اسئله وفيه اقتراحات اللي غادي تفيدكم. السؤال الاول، ما الفرق بين التعليم والتربيه؟ التعليم يمثل جزءا من التربيه، والتربيه تشمل التعليم والعكس غير صحيح. هذا هو المضمون اللي خصو يتقال، والاسلوب كيبقى اسلوب ديال كل واحد كيفاش غادي يعبر عليه. ما الوثائق الضروريه للاستاذ؟ في الاستاذ ديما كيكون عندنا جوج الملفات، ملف اداري وملف تربوي. في الملف الاداري كتكون بطاقه تعريفيه، هذه البطاقه التعريفيه كنديروا فيها الاسم ديالنا، بطاقه التعريف الوطنيه، رقم التاجير ديالك، الشواهد اللي حصلتي عليها، فوقاش تعينتي، كيكونوا فيه المعلومات الاداريه ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك. عندنا نسخ من الشواهد المحصله عليها، قرار التعيين، قرار الزيارات والتفتيشات كذلك. الملف التربوي كيكون فيه التخطيطات، يعني كنقصد بها من الجداد التخطيط المرحلي، التخطيط السنوي، كتكون عندنا لائحه الغياب وسجل الغياب، كيكون عندنا احصائيه التلاميذ والتقويم التشخيصي وبزاف ديال المسائل. بالنسبه لنا، ما هي مجالس المؤسسه؟ اربعه معروفين، مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليميه والمجالس الاقسام. يقدر هذا السؤال كيجي من بعد من واحد السؤال، عارف مهام كل واحد منهم،
يعني قبل وانت كتستعد حاول تطالع على شي شنو هو المهام ديال مجلس التدبير، شنو هو المهام ديال المجالس المتبقيه عندنا، عاوتاني كيف ستتصرف ازاء سلوك غير مرغوب فيه صدر من طرف تلميذ. انتبه هاد الاسئله راهم ما ترتبتهمش، يعني كما جمعتهم انا كنقدمهم لك. حيد داك غادي نضربوه، حيد داك العنف، ما كاينش داك الامور، ما خصوش يتقال، واصلا ما خصهمش يديروا حتى في القسم. يعني هادو مجموعه من الاقتراحات اللي تقدر تجاوب عليهم. اتاح الحديث اليه امام زملائه، يعني كنتجنب انني نهضر معاه مقدم الاصدقاء ديالو. اتحدث اليه على انفراد باسلوب لين، ابحث معه عن الاسباب التي دفعته للقيام بهذا السلوك. اذا كان شي حاجه لي غاف اتصل بالاداره للتنبيه في حاله خطوره الفعل. كم عدد أكاديميات في الجهة؟ هاد الأكاديميات مربوطين بعدد الجهات اللي في المملكة، 12 أكاديمية. ما اسم الوزارة التعليم كامل؟ من الأحسن تحفظها حيت راه حشومة وأستاذ المستقبل ما يكونش عارف الاسم كامل. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويقدر يطرح حتى سؤال آخر، شكون هو الوزير الحالي للتربية اللي على رأس هذه الوزارة هذه؟ مهم ديما باش كنقول ثقافة عامة والأمور المستجدات خاصها تكون في راس المقبل على الامتحانات. ما تصرفك مع تلميذ مشاغب؟ كيفاش يعني تمتص الشغب ديالو؟ هنا يتم تكليفه بمهام داخل القسم، يعني حاول ما امكن اشغله تكليف توزيع، غادي يقول لك مثلا بحال هاد المهام، توزيع الدفاتر مثلا، مسح السبوره. المهم كتحاول تشغله باش ما يلقاش الوقت فين يدير الشغب. تقرب منه، التحدث معه، اشراكه في الانشطه وتشجيعه وتحفيزه، هادو غير مجرد اقتراحات الاجوبه يمكن لك تضيف، يمكن لك انك تحذف منهم. ما الشيء الذي يتميز به المدرس الناجح؟ نقول هناك مدرس كف ومدرس غير كف، او مدرس ناجح وغير ناجح. انا كنشوف كاحتمال ولا كجواب هو المطالعه. ما يميز استاذ على استاذ؟ استاذ ديما يجدد معارفه، واستاذ داكشي اللي تلقاه هو اللي كيبقى فيه، يعني المطالعه هي اللي تميز شخصا يعني الاخر. ما رايك في وضعيه التعليم ببلادنا والاصلاحات التي دخلت عليه؟ هنا خصو يكون سؤال باسلوبك وخذ الوقت ديالك. انا غادي نعطيك غير الامور الاشارات اللي خصك دير بعدا. اولا الاشاره الى تقارير الاحصائيات حول التعليم بالمغرب، تشير في الجواب ديالك للاحصائيات والمراتب اللي كنحتلوها. غادي تهضر كذلك تطرق لبعض الاختلالات كالضعف، عندنا كنعاني التعليم من ضعف البنى التحتيه، الخصص في الاطر، الاكتظاظ، طرق داك التدريس، حتى غياب المعدات باش غادي دير الدرس اولا باش تنوع دوك طرق التدريس. ذكر اهم محطات داك الاصلاح، وتقدر دير حتى هاد الطرق. ما هي اخر المستجدات في الساحه التعليميه؟ باش كنهضروا على اخر المستجدات، كنبداو من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين سنه 1999، مراكنه الوثيقه الاطار سنه 2001، مراه الكتاب الابيض 2002، وسنه 2006 المجلس الاعلى للتربيه والتكوين كوين، واللي جنب بعد منه المخطط الاستعجالي ما بين 2009 و2012، واخيرا الرؤيه الاستراتيجيه. هذه الرؤيه الاستراتيجيه بوحدها خصك تعرف شحال من رافعه فيها وشحال من الامور اللي فيها. ماذا نقصد بمسار؟ هذا السؤال كيتطرح سنويا ملي بدات المنظومة مسار في العمل ديالها. هي منظومة مسار، هي منظومة إلكترونية متكاملة توفر إمكانية تتبع الفرد لمسار الدراسي للتلميذ. شنو هذا المسار؟ كنشوفو من مسار في مسار كنقدرنا نشوفو بيان النقاط والغياب، كل ما يعني ولي الأمر لا داعي باش يتنقل حتى للمؤسسة انطلاقا من المنزل يتتبع مستوى الابن ديالو أو لا الغياب ديالو. ما هي أدوار الأستاذ؟ عندنا هو التخطيط، التدبير، التقويم والدعم. هناك مجموعة من الأسئلة اللي غادي نعطيها لكم بطريقة وبسرعة حيث غادي ناخد الوقت بزاف إلا بديت كنعطي الأجوبة. ما مفهوم الجودة؟ سؤال اللي قدرت تطرح كذلك. ما دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ ما مدى تمكنك من التكنولوجيا الإعلاميات؟ بالنسبة لهذا السؤال يعني لي لوجيسيل اولا داك المواضيع اللي قلتي انا كتمكن منهم، خصك تكون متمكنهم فعلا، لان هذا السؤال غادي يجر لك سؤال اخر من بعد منه. ما هو واقع التعليم بالمغرب واسبابه؟ عرف الميثاق الوطني للتربيه والتكوين ومن هم المتدخلون فيه. ما مقابل المصطلحات الاتيه باللغه الفرنسيه؟
عندنا التحول الديداكتيكي، بيداغوجيا الادماج، البيداغوجيا الفريقيه، التمثل. يقدروا يطرحوا حتى البيداغوجيات الاخرى، يعني هذوك ياخذوا مصطلحات تربويه او ديداكتيكيه وكيطلبوا منكم الترجمه ديالهم للغه الفرنسيه. عرف الكفايه وما هي انواع الكفايه، ما هي مهام المدرس، هل تقبل العمل في منطقة نائية؟ بما أنك أتيت للتعليم فأنك غادي تكون مستعد، لأن معظم تعييناتنا في الأول كانت في المناطق النائية. إذا أردت تقديم درس بالداتا شو، أي برنامج ستستخدم؟ هذا السؤال الأول، يعني باش تهضر لهم على الباوربوينت. ما الفرق بين البي دي اف والوورد؟ ما هي أنواع البيداغوجيات وتعريفها؟ وانتم كما كتعرفوا حنا كنهضروا على مجموعه من البيداغوجيات، البيداغوجيا الفريقيه، البيداغوجيا الخطا، البيداغوجيا اللعب، البيداغوجيا المشروع، البيداغوجي الادماج، واي بيداغوجيا قلتها حاول تكون عارف التعريف ديالها او ما يميزها عن باقي البيداغوجيات. ما هي اهم التجارب التي قمت بها في ميدان التدريس؟ هذا السؤال يوجه غالبا الاساسي، يعني المتبرين اللي كيكونوا مثلا في التعريف النفس ديالهم قالوا بانني راني اشتغل في مدارس خاصه، او لا كيقول لك شنو هما الميادين وشحال هي الخبره ديالك في هذا الميدان. ما هي طرق التدريس المعمول بها في المغرب؟ هل لديك حساب فيسبوك؟ في اي مجال تستعمله؟ ما الفرق بين التقييم والتقويم؟ هل الدرس يعطى ام يبنى؟ انتبهوا كاينين اسئله اللي كيبانوا لك ساهلين ولكن راه كيجروا. ما ميثاق الوطني، هل الميثاق الوطني للتربيه والتكوين نجح في تحقيق اهدافه ام فشل؟ وغادي الا قلتي نجح غادي يقول لك علل، والا فشل علل، اين يكمن ذلك؟ ما هي مراحل الدرس؟ هذا السؤال كيكون مرتبط مثلا كيقول لك مراحل الدرس كيحدد لك انا اين درس. إذا افترضنا أنك نجحت في الامتحان وعينت بالمدرسة التي درست بها سنوات الابتدائي، فما هي الأشياء التي تريد تغييرها فيها؟ شنو هما الحويجات اللي كتشوفهم انت خصهم يتبدلوا باش يوالموا الوقت؟ هل المعارف وحدها كافية لتجعل منك أستاذا ناجحا؟ هل لديك الجرأة لتقول للتلميذ لا أدري إذا طرح عليك سؤال ولم تستطع الإجابة وكيف ستتصرف؟ هذا السؤال غالبا ما يطرح. ما هي المواد التي تدرس في السلك الابتدائي؟ هذا السؤال بالضبط يقدر يتطرح لك بحال هكا، ولكن كاين الأسئلة اللي كتكون فيه مثلا كيسولوا داك أغلبية على مادة الاجتماعيات، يبدأوا تدريس مادة الاجتماعيات، راه يبدأوا تدريس مادة الاجتماعيات في المستوى الرابع وكيكونوا غير حصتين في الأسبوع. يعني سؤال نيت في هذا الإطار اللي كيتطرح مثلا، هل دروس التراكيب والصرف التحويل تطرح داك يتم تدريسها في المستوى الثالث؟ ما كاينش درس تراكيب وصرف وتحويل ولكن تدرس بطريقة ضمنية، يعني راه يقدر يتطرح لك سؤال بحال هكا ويقدر يجزئوا لك فيه. انتبهوا لهذه المسائل هذه. ما موقفك من التعريب؟ تحدث قليلا عن مشروع بحث تخرجك. ما هي الاهداف المتوخاه من الكتاب المدرسي؟ ما هي نقاط ضعفك؟ ما هي الوسائل التكنولوجية التي تعتزم الوزارة التربية الوطنية إدخالها في السلك الابتدائي؟ ومن ضمن الأسئلة اللي كنلقاو بكثرة، لماذا اخترت مهنة التعليم؟ إلا كنتو مازال ما شاركتوش في القناة أو لا أول مرة كتشوفوا الفيديو ديالي، ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الأحمر. هناك مجموعة من الأفكار بعدا اللي طرحت في القناة من قبل، وهي كلها مواضيع تربوية، ومازالين أفكار أخرى ما طرحتش. ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الأحمر والجرس للتوصل بكل شيء جديد.